أنا خلصت العدة ديالي في 2020 وجيت عندهم باش يركبوا لي العدة ديالي، فذلك من مشاو للدار قال لي هما خرجوا شافوا داروا معايا أنا وشافوا الدار وداك الشيء، قال لك لا ما ركبوش لك العدة. قلت لهم علاش؟ من جيت عندهم دار الضو قلت لهم علاش ما ركبوش؟ أنت كتسكن في العالم القراوي اللي قلت لي؟ العالم القراوي ولاد الغازي. نعم ولاد الغازي ولاد يعقوب. نعم ولاد يعقوب. إيه عمارة سيقلم قلعة استراغنا. نعم من جيت عندهم دار الضو قلت لهم ما ركبوش لك العدة. قلت لهم علاش؟ تنتفاجئ لأن قال لك كابتك لالين ديال الضو. إذا ورينا الصورة حسب الصور أن 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 المنزل راه بالتراب. المنزل ديال التراب ها هو الطين. أييه قال لك كابتك هاد لالين هذا. أييه ما ركبوش لك العدة. أييه واصلا كان راكب العداد ديال الوليد قبلي انا في نفس هذا الحائط هذا. اذا انت مجاور الوليد ديالك؟ اه والوليد الناس انا ورث منه هذا الدار. نعم نعم. فتنتفاجئ ها هو الكونتور ديال الوليد كان راكب هذيك الساعه. نعم. راكب. نعم. ومني جابوا العداد ديالي بداو يركبوه ليا. نعم. والاخ ديالي ها هو مجاور معايا ها هو مركب العداد ديالو مركبينه. ولكن انت علاش انت عاد سيدنا انت ما قلت دابا انت علاش انت ما مش عندك رابطوا لك المنزل ديالك الضو؟ قال لك اسيدي على هذا الخيط اللي قبل لي الحيط ديال الدار قال لك ما غاديش نركبوا لك ها هو. نعم ها هو قرب المواطن. اذا هذاك هو اللي قال لي اذا راه كل شيء كاع المنازل عطيني تما شنو كاين تما؟ المنازل هذاك العمود اللي كيبان هذاك شنو هذا اللي كاين؟ هذا العمود ديال الكهرباء ديالهم هما. نعم. هما هذا الخيط دوزوه هما اصلا نهار الشركه في التسعينات. اذا من اجل السلامه ديالك انت وديال الناس الساكنه خاص يكون هذاك العمود تماك. اه وشنو الخلل اللي كاين دابا الان؟ هما الخلل قال لك اسيدي خاصك تحيد هذا الخيط من قبل الدار ديالك من قبل الحيط. وشكون داير هذاك الخيط؟ دايره الشركه اصلا في 90. حنا الدار ديالنا مبنيه قبل لا يكون الضو كاع في المنطقه كامله ديال. وعلى انت اللي كتحيد؟ على انت اللي كتحيد الخيط ولا كيحيدوه لك؟ يحيدوه الشركه هي اللي تكلف بهذا الشيء هي اللي تحمل مسؤوليتها. نعم. هي اللي دوزاته الاداره ديال دار الضو هي اللي تحمل المسؤوليه. نعم هذه المده هذه شحال وانت كتعاني مع هذه الناس؟ هذه مده 4 سنين وانا تنمشي ونجي مع هذه الناس المركوب ما بقاش عندي باش نمشي ونجي. شحال بعيد القلعه انت؟ بعيد 12 كيلومتر باش بعيد. نعم. مني تنجي عندهم تيقول لك سير غدا سير غدا سير غدا وداك الشيء كما هو. نعم. مني داروا قال لك دير طلب ديال الدراسه دير طلب ديال الدراسه. دابا هذه عباش نزودوا منزل بسيط بسيط بالكهرباء. انا ما سنطلب شي حاجه سنطلبها باش نزود بالكهرباء ماشي سنطالب. فذلك قال لك اسيدي سير دير دير التزام التزام باش تزود باش دير دراسه. اي على هذاك البوطو اللي تما على هذاك البوطو درت التزام وكتبت ليهم. فذلك تيقول لك اسيدي الدوسي ما تقبلش داك الدوسي فعلاه ما تقبلش. اذا شفنا عندك واحد الوثيقه ديال المجلس الجماعي وريها لينا اش يقول فيها؟ انا ديال واش هاد الجماعه هذه هاد الجماعه واش مهيكله هذاك الدوار ولا ما مهيكلاش؟ اذا ملي كتكون اذا هذه الرخصه اداريه اش كتقول؟ اذا كتقول على انه هذه الرخصه صالحه للتيار الكهربائي ولا يعتد بها في المنازعات القضائيه كما ان لها كما ان انها لا تعتبر وثيقه من اجل اثبات ملكيه المنزل موضوع الرخصه. اذا عرفتي اش كتقول هذيك الوثيقه ما كتعرفش؟ اش قال لك الرئيس اش قال لك تم تقاريش ولا ما قاريش؟ عطاها لي قال لي باش تزودي بالضو صافي. ولكن ما عندكش الحق تنازع ولكن لو وقع شي مشكل. ولكن استاذ نعم انا من سلمت هذه جيت مني خلصت وشفت لهم هذه الوثائق قبلوا من عندي كل شيء وهما خرجوا شافوها هما شدوا فلوس العداد. اذا خلصتي انت؟ خلصت فلوس العداد ها هو الكونترا ديال العداد. قاعد معنا قاعد هذه في 2020. نعم هل باش خلصت؟ نعم. اذا ديالي وانا ولدت من الاب ديالي ونفس المنزل كان ما زدت وكان مزودا بالكهرباء وكان مزود بالكهرباء كان في دروكا في عدد أيه؟ في عدد وتم انتزاع هذاك العداد وتغييره بعدد اخر. ايوا وانا مني بغيت نجيب العدد ديالي هذاك العدد ديال الوليد كان اصلا. نعم كان راكب باقي راكب ها هو. نعم دابا انت من حقك تزود بالكهرباء ياك. دابا هاد المشاكل هذه اللي كاينه دابا هاد المسائل التقنيه
دابا واش انت بتكلفك انت اللي غادي ديرها عادي يزودوك الكهرباء ولا شنو غادي دير؟ شنو اللي قالوا لك هما بالضبط؟ هما قال لك دير دراسه باش تكلف انت. قلت لهم انا راه الخيط دوزاته الشركه نهار الاول هي اللي دوزاته. نعم انا ما غاديش نتكلف في شي حاجه هي اللي دوزت الخيط جيت حيدو. الاداره هي اللي دوزت الخيط بالضبط اصلا جيت حيدو. وقلت لي كان عداد ديال الوليد قبل. نعم مالكم ما رفدتوه؟ نعم هادشي شحال جرى عليه المده؟ شنو المده ديال جرى عليه؟ هادي 4 سنين. 4 سنين وانت قاعد ما كهرباء؟ انا ظلمه مجوج ولا ما مجوج؟ انا والاخت ديالي. نعم وليت تمشي لشي دار نبغي نتزوج ولا شي حاجه تمشي نخطب تقول لك الانسان انت ما عندك ظلمه وبغيتي نعطيك بنتي ولا شي حاجه انت عايش ظلمه. ودابا انت علاش دخلتي بعتيصه مفتوح؟ حيت العتيصه مفتوح انك استنفدتي جميع المسائل القانونيه ودقيتي جميع البيبان والان اعتصام مفتوح انت من البارح وانت بيت هنا. انا من البارح وانا بيت هنا. نعم علاش؟ على باش تربطوا المنزل ديالك بالكهرباء. بسيط المنزل ديالك باش تزودوني بالكهرباء هادشي اللي تنطالب به. نعم نخلص الرخصه ديالي والقانون ديالي كلشي نخلص. اذا حنا فهمنا والمواطن ربما راه فهم الوضع ديالك الان اش بغتوجه الرسائل اللي بتوجهها لان انت دابا نتايا باش تجمع هادشي وتمشي لانه هادشي ما كيحتاجش انه مشى الكريمه. انت دابا المواطن هو ناعس هنا من البارح وكيشرف في الماء وناعس هنا في الشارع وهي الاداره هنايا وراه مؤطر او مدعم او مساند من طرف النقابه الوطنيه ديال الفلاحين وديال الشغل بانه مساند. جاو عندك الاطارات النقابيه هنا جو عندك اداره النقابيه كيتضامنوا معاك؟ كيتضامنوا. اذا ما بغيناش حنا يكون هادشي كله الان هذا مشكل اللي هو كيبان لنا ربما بسيط يزودوا هاد السيد بالماء الماء ديالو الكهرباء ديالو وكل الامور الا كان مزيان التقنيه راه غادي يتحملها يشوفوا هما شنو غادي يدار ويتحملها. دابا انت اش كتوجه الرسائل؟ انا كتوجه الاداره تحمل المسؤوليه هي وتركب لي العدد ديالي. انا خلصته العدد ديالي خلصته في 2020 تنطالب باش تزودني بالكهرباء والمسؤولية ديال الخيط راه هي اللي مدوزاه الشركة هي اللي تحمل مسؤوليته هي اللي تحيدك. مدة 4 سنوات انت قاعد بلا كهرباء؟ انا مدة 4 سنين وانا بلا كهرباء راه اللهم تمشي للحبس ولا تقعدي بلا كهرباء. مابقاش شي واحد يقول بلا كهرباء لان تما تما تدور الناس مجرمين. واش انا ماشي مواطن؟ واش الدستور من حقي الكهرباء ولا من حقي؟ حقيت انا راه كنشوف دابا في الصوره المزيج الجماعي راه داير الكودرون راه داير الكودرون بمعنى انه هذا المزيج الجماعي قبل ما يتزود هاد الساكنه بالكهرباء خاص يكون داك الشيء مجهز. اذا المزيج الجماعي راه كيتحمل المسؤوليه في هاد الشيء حتى هو. ماشي هاد الشيء اللي انا صاحبي الدار ديالنا اللي دايزين فوق هاد الخيط. نعم ديور بزاف واقع عليهم الخيط دايز وسط الدار. دايز لهم كاين اللي دايز لهم وسط الدار كاين اللي دار 4 متر وكاين. ايوا علاش انت تشكل استثناء انت هنا؟ على انا بنعرف علاش انايا حارب الضوء مالك ماشي بحال هاد الناس. هاد الناس مالا عندهم الضوء وانا محرم منهم هادشي اللي كنطالب به. اذا كما سمعتم مشاهدي الكرام اذا باقيين كنشوفوا على انه ناس بسطاء يعيشونها العالم القراوي كما شفتوا منجل بسيط وكنوصلوا لهذه المسائل هذه لانه لا كانت شي مشكل اللي هو كذا الاطراف كينسقوا ويمشي للجهات المعنيه المجلس الجماعي راه سيعرفوه راه عنده منتخبين كاين جمعيات ويدخلوا على الخط ويشوفوا شنو كاين. ما يمشيش واحد يجي من الدوار ويبات هنا معتصم في كاشه ونعس في الشارع. علاش؟ علاش شي ماشي شي حاجه اللي كتبان لنا كثيره بزاف لانه الحق هو الكهرباء. المسائل التقنيه راه هما اللي تيعرفوا ليها. لا كان الخيط ديز فوق دارو وما يجي يحلوا المشكل ولا كان شي مصاريف راه غادي يخلصها هو. اذا هنا كما كتلاحظوا على انه تفضل. انا باش نخلص شي مصاريف انا ما غاديش نخلص. علاش؟ هما اللي مدوزين الخيط ليا فوق الدار. نعم انت فاش خدام؟ انا ما خدام ما والو. اجالس اجالس كنا تنخدموا في هادشي ديال الفلاحه في الزيتون. نعم. راه كلشي بس الغالب والله. نعم راه ما بقيناش ندخلوا حتى ريال في النهار. نعم قالوا لي هما سير دير هاد الفوطه باش نبعدوا بعدوا باش يبعدوا الخيط على نعم على الحيط ديالك حيت قابل الحيط ديالك. والدار كلها ما هياش دابا اصلا. دابا هو غصب ما قد دابا شوف الدار دابا طينيه وراه من اجل السلامه راه ما كاين سلامه لا والو. فين هو هاد الفوطه؟ واش انت اللي غادير الفوطه في السيما؟ هما اللي قال لي سير دير هاد الفوطه باش. وعلا انت كدير الفوطه باش تخدم؟ مني درت هاد الفوطه هما اللي قالوا لي مني درتو كنتفاجئ. يعني تحمل مسؤوليتو باش تنتفاجئ. جاني عون قضائي دعاو كلها لا صيفطوا عون قضائي قال لك بنشوف
نديروا معاينه لهذاك البوطون. مني جا العاون القضائي صور البوطون شو الحالات. مني جا هي فين جيت انا ما داروش معايا شي حاجه، هي فين جيت اعتصمت. نعم. اذا ومني قلت لهم انا جيو ركبوا لي الطو ديالي، جي وريتهم الصوره قلت لهم ها الخيط اللي طالبتوا به، قلتوا لي باعدو. نعم. دير لي فوطو باعدو. ما كانش هو الخيط هو. ومني بعدتو تنتفاجئ بلاك ما ركبوش ليك. قلت لهم علاش؟ قال لك دير التزام باش تحمل انت الجميع المسؤوليه. قلت لهم ما نسنيش انا التزام، قلت لهم ما نسنيش فيه. علاش؟ انتم اللي دوزتوا لي الخيط من فوق الحيط ديال الدار ديالي. نعم. انتم اللي تحملوا المسؤوليه ديالكم. نعم. اذا انت دابا انت في اعتصام الى ان يحلوا معك المشكل. لا حل معايا المشكل. اذا انت مفتوح دابا الاعتصام. الاعتصام مفتوح. اذا انا نمشي هنا لما زودوني بالكهرباء. نعم. شوفوا مشاهدي الكرام، على انه مواطن بسيط يطالب بحق بسيط بانه يزود بالكهرباء كبقيه ساكنه، لانه ما معقولاش واحد يكون في دار بالكهرباء، لانه كاينه الثلاجه كيبرد المويه، وكتعرفوا بانه الطقس ملي طلع استرغنا هو طقس حار، والناس وكيقول لك اربع سنوات راه ماشي سهله. الكهرباء هو ماده حيويه وخاص الناس تزود بها. مشكل اللي هو ربما كيبان لنا في ظاهره بسيطا، ولكن ربما الجهات اللي غتعرف اشنو كان. ولكن على كل حال كما بيكون هذا المشكل خاصها تحلو، لانه باش نحيدو من هذا، لان باش يكون واحد معتصم يتحصصم هنا على والو ما هياش. اذا شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.